سلام خواتاتي، صباح الخير عليكم. الزول فلا كنت ان شاء الله الفيديو تاعي تلقاكم كامله بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله عندنا وصفه تاع كيك المحلات، يجي بزاف بنين هذا الكيك واقتصادي. راح نشوفوا معنا طريقه. نبداو بسم الله. عندي اذا 4 حبات تاع البيض، كاس نقص شويه السكر، كاس ثاني نقص منه اندوه تاع الزيت، ونفس الكميه تاع الحليب. عندي هنايا مغرف تاع الخل، 4 مغارف تاع مارغارين تكون دايبة. عندي 2 باكيات تاع الخميرة، وهنا عندي شوية تاع لافاني. هاليك انا عندي هنايا ليكستريت فاني، لكن تقدري ديري لافاني البودرة ولا السائلة. كيما تقدري ايضا ديري العطر تاع البندق، يجي هايل في هذا الكيك. نبدا اذا بسم الله نكسر 4 حبات تاع البيض. نبدا دائما بقرصه تاع الملح، وندير هنايا شويه هذاك تاع ليكستريت فاني. كيما شفتوا يعني درت قطره صغيره لانه يجي ريحه تاعو قاويه. هنايا انا ضفت الكاس هذاك تاع السكر، ونزيد 2 مغارف كبار تاع العسيله، العسل هذاك اللي نشريوه. الدور تاع العسل هنايا يعطي له بنه هايله، وزيد ثاني لا كولور تاعو تولي شويه فونسي مارو هكاك. نخلط اذا هنايا بالباتور هكاك حتى يذوب لنا السكر، يعني ماشي اوبليجي حتى يطلع كامل الخليط تاعنا. هنا طبعا اني نحبس التخلط، ونضيف هذاك الحليب غير بشويه، ونكمل ثاني الكميه تاع الزيت. وهنايا نبدا نزيد في الفارينه. اني نسيت ما قلت لكمش يعني الخل نديرو قبل ما نديرو الفارينه، انا نسيتو حتى درت شويه فارينه باش تفكرت باللي ما درتش الخل. هاي ليك مغرف كبيره تاع الخل، الخل العادي كسوسوا يعني ابيض ولا احمر هذاك. نبدا اذا نضيف في الفارينه. انا هنايا درت الكاس الاول، بعد زدت الكاس الثاني تاع الفارينه، ونضيف هذوك 2 باكيات تاع الخميره. هذا هي الكاس الثالث. ونضيف هنايا الكاس الرابع، راني درتو غير بشويه باش نشوف القوام تاع الخليط تاعنا. هايليك اذا كملت كامل الكاس الرابع هذاك. هايليك بالنسبه للمارغارين راني خليتها كامل الاخرى. عندي 4 مغارف مارغارين دايبه، درت هنا 3 ومن بعد كملت المغرف الرابع. نخلط اذا، نحاول كامل ندخل هذيك المارغارين في الخليط تاعنا قبل ما نحطو يطيب. هايليك اذا المول تاعي كنت درت له البابي هذا كبيسون، لكن تقدري تستغني عليه. نفرغ الخليط تاعنا ونحطه في الكوشة حتى نشوفه يعني يحمر كامل من الفوق. قبل ما ندخل اذا الكيك تاعنا، ندير له هذه العملية، نحط يعني موس في الوسط هكا ونجوز له باش يخرج هذيك الشكل تاع الكيك. هاي لك اذا الكيك تاعنا بعد ما خرج. نديمو لي هنايا لو كيك تاعنا.
انا راح نغطيه كامل بلا جولي هنايا، لكن انت تقدري ديري لا كونفيتور ولا العسيله العاديه. نحاول نطلي كامل اذا لا جولي تاعنا. لحبتي الثاني من الجوانب ديري له، هو يعني يجي مليح بلا كونفيتور ويجي مليح ثاني بلا جولي حتى العسل كما قلت لك، ماشي اوبليجي لا جولي. وبعد ما كملت ثاني درت له شويه تاع الكاوكاو مرحي من الفوق. انتي ديري له لوز ايفيلي ولا الكاوكاو ولا حتى لانوا دو كوكو ولا حبيتي، هاي لك الكيك تاعنا يجي من اروع ما يكون. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وترجعوا لي الخبر. طبعا الكيك تاعنا لازم نخليه حتى يبرد تماما باش نبدا نقطع فيه. هاي لك لاكولور تاعو كيفاش تجي مارون كما قلت لكم. كانت هذه اذا الوصفه تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، ولا عجبتكم بيان سور ديروا جيم لا فيديو ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.